من جانبه أعرب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن ثقته ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المفوضية ليس لديها خطة بديلة تجاه عضوية بريطانيا في الاتحاد، لأن بريطانيا ليس لها إمكانية أو نية للخروج من الاتحاد. وقال رئيس المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا إنه ليس من بين القضايا التي تبحثها بريطانيا أو الاتحاد خيار الخروج من أوروبا، ولو كانت المفوضية وضعت الخطة البديلة فهذا يعني أن الاتحاد قد وصل إلى أفكار خطيرة، ولكن المفوضية الأوروبية لم تضع خطة بديلة واكتفت بالخطة الأولى، وكذلك فعلت بريطانيا، وهو ما يعد بمثابة خطة واحدة إيجابية وبناءة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.